فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يلحق الإثم ملاك العمائر الذين يسكنون فيها من يتخلف عن الجماعة وخاصة صلاة الفجر ويضعون الدشوش، وما الواجب على ملاك العمائر؟ إذا كانوا يعلمون بهذا ويرضون بهذا فلا يجوز لهم، لأن هذا من الإعانة على المعصية ومن الرضا بالمنكر. أما إذا كانوا ما يعلمون عن هذا الشيء ليس عليهم شيء، لأنهم معذورون، وعلى صاحب المكان أو المحل الذي يؤجر مسكن أو دكان أو أي محل ألا يؤجره لمعصية الله، ولا يؤجره لمن يعصي الله فيه، لا يؤجره، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.